حركة كبيرة تعيشها الأحزاب السياسية الداعمة لمسار الحوار الوطني الشامل الذي دعت إليه السلطة من خلال تنظيم لقاءات تشاورية مع القواعد النضالية في الحزب وكذا الفاعلين في المجتمع المدني. الحوار أهم شيء، أنه الهدف تاع الجزائريين والجزائريات واحد، هدف سامي هو بناء الجزائر الجديدة المبنية أولا على دستور معمق كل الجزائريين والجزائريات يسيبوا فيه أرواحهم، دستور اللي عنده نظرة استشرافية ومستقبلية لبناء دولة حديثة قوية. الحراك الشعبي النوفمبري من بين التنظيمات الجديدة التي تحضر برفقة الأحزاب أرضية الحوار الوطني. هذا التنظيم يرى بأن مطالب الحراك قد تحققت ولا جدوى الآن من الخروج في مسيرات. الفرق ما بيننا وما بين شو موجود حاليا في الشارع، يعني هنا حقنا المطالب تاعنا. انا نشوف التغيير، التغيير انا نشوفه فيه الحمد لله. عندنا رئيس جمهوريه منتخب من طرف الشعب، عندنا الامان، عندنا كل شيء، يعني كل حاجه اللي سطرناها في 22 فبراير هي تحقق. الماده 102، الماده 78، الشعب انتخب. احنا سميناه نوفمبري باسكو كامل ما نسمحوش في الوطن تاعنا وطنيين، والدليل ان كنا يد وحده ومشينا للانتخابات وحققنا الهدف ومشينا نساء ورجال. ومن جهة أخرى أعلنت أحزاب قوى البديل الديمقراطي المعارضة عن تنظيم مؤتمر جامع يناقش آليات الانتقال الديمقراطي في الظروف الراهنة بعيدا عن مبادرات السلطة. يختلف تشخيص التيارات السياسية للأوضاع الراهنة بين من يرى بأن الحوار الجاد مع السلطة كفيل بتجاوز الأزمة السياسية، وبين من لا يعترف بنتائج الانتخابات ويتمسك بخيار المجلس التأسيسي كطريق لتحقيق مطالب الحراك. حسن جزيري، قناة الغد، الجزائر.